بسم الله الرحمن الرحيم. خزيمة الأم بني عمرو بن أد، وفي ربابة ربابة. الرباب، وفي ربابة الرباب قيل عد. والإخوة السبعة من مزينة، مزينة التيس لأد زينة. إذ هاجروا لطيبة ولا ترى لغيرهم، وفتحوا للأمراء. ومن مزينة إياس ندكي، وذو البجادين وكعب الزكي. خوله النبي بردة على، بنت سعاد فغلت كل الغلا. وانسب لمر ابن أد مازنة، تميمه وغوثه وضائنة. أمهم الحوأب بنت كلبي، كلب ابن وبرة قريع العرب. والغوث لا يفيض داير ديار دجار. مشكولة بالفتح فقط. ديار إلى لنن بدون ابنهم وإن علا. والشرحبيل منهم، والشرحبيل هو لم يستطع، لم يتزن له أن يسميه باسم الحقيقة شرحبيل. قال شرحبيل، قال شرحبيل، الشيء مضموم، هي شرحبيل. شرح وشرحبيل منهم، وشرحبيل منهم، وشرحبيل منهم ابن حسنة. رأي الفتوح للعتيق في السنة. زينة الأم وبني عمرو بن أد. أد بن طابقة له بن يسمى عمرو بن أد، زوجته هي أم زينة، فغلب اسمها على أولاده. بنو عمرو بن أد يقال لهم زينة. بعض الناس يعد أم زينة في الرباب، نحن قلنا هذو منات بن أد تنسب له الرباب، زمار تربب مع تميم، وهي ثور عجلو، عدي ضبته، وعقلو، وهي ثور عجلو، تيم عدي ضبته وعقلو. بعضهم يسيدوا إليهم مزينة، الجميع يجمعهم أد بن طابقات. أما الرباب هم بنو عبد المنات بن ود، وهؤلاء بنو عمرو بن ود. وهي ربابة الرباب قيل عد. من مشاهير ابن زينة الإخوة السبعة من مزينة، وهم بنو مقرن الذين قالوا فيهم العراق في الألفية، وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس بهم عدو. لا أعرف صحابة سبعة إخوة من المهاجرين قالوا. والإخوة السبعة هم بنو مقرن، والإخوة السبعة من مزينة، مزينة التيسي لأد زينة، زينة لأد. ومزينة هذه لقبت في الجاهلية مزينة التيس، لأنهم كانت بينهم وبين الخزرج حرب، وأسر فيها ثابت بن المنذر بن حرام والد حسان بن ثابت مشهور، وأرادوا إهانته وإهانة قومه، فقالوا إنهم لا يبدونه، لا يقبلون فيه فدائه إلا تيسا إهانة له. فقال لهم الرجل أعطوهم أخاهم وذهبوا بأخيكم، خذوا أخاكم واتركوا لهم أخاهم، فلقبوا مزينة التيس. هاجروا كلهم لطيبة المدينة ولا ترى لغيرهم، وفتحوا المرا، كانوا على قواد الجيوش، منهم النعمان بن مقرن قائد جيش الهاوند. هاجروا في زمن النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحوا الخلفاء بعده. ومن مزينة قد نظمت والدتي رحمها الله تعالى اسمها، يجوز النظر مجبتها فقط امامه، نستفيد ان شاء الله. قال حتى اذكرها. ومن مزينة إياس الذكي، ومن مزينة إياس بن معاوية بن قرة المشهور بالذكاء، القاضي، وأبوه معاوية بن قرة المشهور بالذكاء، الذي يقول فيه أبو تمام في مدحه لبعض بن العباس أقدام عمرو، في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. تخيل له ما صنعت شيئا،
يشبه الأمير هو ليس بخليفة. هؤلاء سوقة العرب. أطرق قليلا ورفع رأسه وقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فقيل: أعطوا هذا ما يريد، لأنه لا يطول عمره، هذا الذي يلحت من قلبه. فكان الأمر كذلك. إياس الذكي في حلم أحنف في ذكاء إياس، هذا من هذه القصد المشهورة التي أول سينية، هاي المعروفة سينية بتمام. هاي شكون أولها؟ قال: ما في وقوفك ساعة من باسي نقضي بما ملأ أربعي الأدراس. التي يقول فيها: إن الذي خلق الخلائق قاتها أقواتها لتصرف إلى أحراسه في الأرض، معروف السماء قرن لها وبن السماء وبن الرجاء لهم بن العباس، القوم ظل الله أسكن دينهم فيهنهم جبل الملوك الراسي في كل جوهرة فريند مشرق، وهم الفريند لهؤلاء الناس، هدأت على تامل أحمد همتي وأطاف تقليدي به وقياسي بالمرتضى والمجتبى مشتري الحمد والحالي به والكاسي، وكأن بينهما والحمد برد جمال اختالت به حلل الفعال وليس برد لباسي، وكأن بينهما رضاع الثدي من فرط التصافي ورضاع الكاسي. قصيدة مشهورة. من هم أيضاً واحد مشهور ذو البجادين، ومنهم أيضا كعب بن زهير الذكي قائل بان سعاده إلى الاعتذار والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم برده، فحاول معه الملوك الخلفاء أن يشتروها منه أبى، ثم اشتراها معاوية ويوسفان بهم بمئة ناقة من بعض ولده، كانت هي البردة التي يلبسها الملوك. قال: حوله النبي بردة على بنة سعاد، فقالت: هذه البردة كل الغد. نسب لي مر ابن أد النازل، لا أذكر الآن الثمن اللي شريت به، في ذهني مئة ناقة، لكن قد لا يكون هذا هو الثمن. مئة ناقة ذكر ابن الوناني في قضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كعبا مع البردة، قال: وقد حبى كعبا غداة مدحه ببردة ومئة من عنق. لكن هذه المئة لا أذكرها في كتب السير، إنما المذكور فيها هذه البرد، وهذه البرد اشتراها معاوية بن سفيان بثمن غالي جدا من بعض ولدي كعب بن الزبير. قال: وانسب لي مر بن أد النازل. انسب لي مر بن أد، مر بن أد بن طافقة والد برة بنت مر التي ذكر سابقا. قال: برة أختها عليها خلفها سنانة وهزيمة وضعفة، هي أم قريش والتي يفخر بها جرير، حيث يقول: فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة النجار، ولا عقيم ولا فحل بأنجب من أبيكم، ولا خال بأكرم من تميم، سما أولاد برة بنت مر إلى العلياء في الحسب الجسيم. مر بن أد هذا له أولاد، وانسب لي مر بن أد مازن بن مر، ونعم ومن وتميم العدد كبير كاهل مضارع عليه الحملان، نعم غوث بن مر أخو تميم ضاعنة أخوهم. أم هؤلاء الأربعة: الحو أبو بنت كلب بن وبرة بن عمران بن الحاف بن قضاعة، التي سمي باسمها الماء الذي وردته عائشة، نبحتها كلاب الحواء. والغوث هؤلاء كانت لهم مثلا من أهل الجاهلية أنه كان لا يفيض من مكة إلى منى حاج إلا بإذنهم،
لا يوفي يده، لا يوفي يده، ها دجار دجار أي إنسان من الأسماء التي تلزم النبي. قل عريب ودجار وطؤي وطهوي وتمور وكذا، يرى أنه لا يفيض أحد من مكة إلى منى، لا يفيض من عرفة إلى منى أحد إلا بإذنه. ها؟ لا لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا. وشرحبيل منهم أيضا شرحبيل، لكن شرحبيل لم تتذل، فقال شرحبيل، شرحبيل بن الحسنة، هذا أيضا من صحابة من الكتاب الذين كتبوا بعض العهود في لبعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا عهد خليفتين بعد، هو الذي رأى الفتوح لأبي بكر في النوم، رأى الفتوح للعتيق في السنة في النوم. الله أعلم.